مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. السعودية والعمل الإنساني، تاريخ من التجارب المشرفة التي جابت العالم واضعة بصمة سلام ومحبة يشهد بها التاريخ. فتشوا في طول العالم وعرضه في الأماكن المنكوبة المحتاجة المتأثرة، وستجدون اليد السعودية كانت السباقة انطلاقا من دينها المسالم وأخلاقها الإنسانية وقيادتها المحبة وشعبها الذي يمد جسور الأخوة للدنيا بأكملها أيا كانت الأعراق. اليوم يأتي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليوحد كل هذه الجهود ويصادق عليها عبر منتدى نوعي، ولا أبالغ إذا قلت نوعي، حمل شعار منتدى الرياض الدولي الإنساني وأفرد عنوانا عالميا له: العمل الإنساني مسؤولية دولية. رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم حفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، وينظم المنتدى الأول من نوعه في المنطقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحت عنوان العمل الإنساني مسؤولية دولية، بمشاركة عدد من صناع القرار في المجتمع الإنساني الدولي والوكالات والمنظمات الدولية المحلية والحكومية. ناقش المنتدى عدة محاور، منها ربط المساعدات الإنسانية والتنموية وتطوير السياسات في ظل البيئة التشغيلية المتغيرة ودراسة الظروف الصحية على المستوى العالمي وأهداف التنمية المستدامة. يهدف المنتدى لتعزيز وتسويق أفضل معايير العمل الإنساني وتطوير الممارسات المثلى المعمول بها لتتناسب الوضع الإنساني العالمي الراهن، وتحسين مستوى الآليات لتواكب المشهد الإنساني المتغير. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور نايف الوقاع، كما سيلتحق بنا هاتفيا مدير إدارة الدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الرويلي. دكتور حياك الله معنا في يا هلا. حياكم الله. جهود جبارة يبذلها المركز، لكن قبل ما نتكلم عن المركز خلينا نتكلم تاريخيا عن العمل السعودي الإنساني والإغاثي على مستوى العالم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شاكر لقناة روتانا هذه الاستضافة. حقيقة أنه المملكة العربية السعودية منذ أن وحدت على يد الملك عبد العزيز رحمه الله مرورا بأبنائه البررة وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، تنتهج من العمل الإغاثي على أنه عبادة وعلى أنه جزء من العقيدة الإسلامية، وبالتالي عندما تقدم العمل الإغاثي أو العمل الإنساني انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، تنطلق إلى الإنسان المحتاج بغض النظر عن جنسه عن لونه عن عقيدته عن انتمائه الإثني أو العرقي. وبالتالي نجد أن سبحان الله الإغاثة السعودية أو الأعمال الخيرية السعودية مقبولة في جميع أنحاء العالم ومرحب بها، بالرغم من حملات التشويش والتضليل التي حاول البعض ينفذ من خلالها، ولكن لم يجد ما يشوب سمعة المملكة العربية السعودية، مما جعل الأعداء في حرج حقيقة أمام هذا السجل الحافل المضيء المنير. لجأوا إلى الكذب والتزوير والتزييف واختلاق وثائق واختلاق مسميات وهمية كشفت مع الزمن. أرجع وأقول أنه هذا العهد الزاهر حقيقة في عهد الملك سلمان، لو نظرنا إلى تاريخ الملك سلمان فحسب وليس تاريخ المملكة العربية السعودية، لوجدنا أنه منذ نعومة أظفاره منذ أن كان أميرا للرياض وكل الجمعيات الخيرية في المنطقة هو رئيسها الفخري وهو المشرف عليها وهو الذي يحضر اجتماعات. أنا كنت عضو في جمعية إنسان للأيتام في الرياض، كان في كل رمضان يرعى مؤتمر هذه الجمعية. هذا كله غير الدعم الدائم اللي غير الدعم الدائم الجمعيات. نعم. ويتبرع في ليلتها بمبلغ كبير من حسابه الشخصي. الأسرة المالكة والشعب السعودي استلهم هذه السيرة العطرة، ولذلك
نجد اليوم في هذا وما ننسى دكتور يعني النهج مستمر، يعني الأمير محمد بن سلمان الآن مشروع دعم الجمعيات الخيرية ومشروع دعم العمل الإنساني مستمر بشكل كبير. هذا الذي كنت أريد أن أقوله، لكن سبحان الله بيني وبينك يبدو أنه توارد أفكار. أنا أريد أن أقول أنه العمل الخيري السعودي متناغم خارجيا وداخليا. جميل. الملك سلمان اليوم يدشن هذا المنتدى العالمي الذي دشنت به منصة حقيقة ستغير مفهوم العمل الإغاثي والعمل الخيري السعودي، بحيث أن جهود الدولة السعودية وجهود رجال الأعمال والمواطنين السعوديين تنصب عبر قناة واحدة وهو مركز الملك سلمان. في الداخل نجد سمو الأمير محمد من خلال مشروعه الإنساني الخيري وصل إلى أكثر من 100 جمعية خيرية واستفاد منها أكثر من 100,000 محتاج داخل المملكة العربية السعودية. وحقيقة أن سمو الأمير محمد يقود مشروع هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ويبذل بسخاء. هذا المشروع استفادت منه الجمعيات في الرياض، في منطقة مكة، في المنطقة الشرقية، في القصيم، في الشمال. الآن غطى المملكة بالكامل. ولذلك نقول أن هناك تناغم بالعمل الخيري الداخلي والعمل الخيري الخارجي. هذا يؤكد أن العمل الخيري جزء من الهوية الوطنية للدولة السعودية، وبالتالي ميدان العمل الخيري السعودي واسع يشمل الكرة الأرضية، حتى الولايات المتحدة. عندما ضربها إعصار كاترينا نجد أن المملكة العربية السعودية بادرت. عندما ضرب الزلزال إيران نجد أن المملكة العربية السعودية بادرت. الآن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أين يعمل؟ يعمل في صعدة، ومن يستولي على صعدة؟ الحوثي. ومع ذلك نحن نستهدف الإنسان المحتاج، كما أن مركز الملك سلمان الآن يعمل في الغوطة الشرقية التي تتعرض حقيقة لإبادة مطلقة بأسلحة محرمة، بقنابل عنقودية، بغازات، بغارات جوية. كل هذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية حقيقة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين قدمت للعالم أثمن هدية على مر التاريخ في العمل الإغاثي والعمل الإنساني. نعم. طيب خلينا ندخل إلى المركز. مركز الملك سلمان اليوم جالس يصنع الفارق في اليمن وفي أماكن كثيرة. اليوم حينما يدشن منتدى في الرياض يحمل صفة الدولي الإنساني، كيف نقرأ هذه التسمية؟ أولا حقيقة دعنا نكون صريحين في هذه المسألة، الذي حضر المؤتمر أكثر من 80 منظمة دولية، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة ألقى خطاب. في اعتقادي البعض يعتقد أن المملكة العربية السعودية تحاول أن تستفيد من خبرات هذه المنظمات. أنا أقول بالعكس، جزء كبير من هذه المنظمات أتت لتستفيد من خبرات المملكة العربية السعودية، ومركز الملك سلمان نموذجي. حتى في اليمن استعانت فيه منظمات الأمم المتحدة. المركز الملك سلمان سر نجاحه حقيقة أنه منذ البداية، وهذا منهج المملكة وديدانها، لا تقرن الأفعال بالأثمان، وبالتالي حرصت المملكة العربية السعودية على أن يكون هذا المركز حيادي مستقل يبحث عن الإنسان المحتاج بالدرجة الأولى. نعم. بالدرجة الأولى. ولذلك لا تربط المملكة العربية السعودية بخلاف الدول الأخرى إغاثتها أو مساعدتها أو حتى قروضها التنموية بمكاسب أو بشروط أو بصفقات سياسية. أبدا، المملكة العربية السعودية جل أعمالها حتى القروض التنموية للدول أحيانا تكون قروض ضخمة تتحول إلى هبات غير مستردة. وبالتالي نقول أنه استلهام حقيقة استلهام المنهج السعودي في العمل الإغاثي الدولي يجب أن يكون قدوة للأمم المتحدة ولجميع المنظمات الدولية. نحن نعرف وهذا ليس بمستغرب، هناك حالات فساد كثيرة عمت المنظمات الدولية، ومنها منظمة بريطانية شهيرة كانت تعمل في كثير من الدول. الآن بعد ما كشف فسادها وكشفت كذا بدأت الدول تتخلص منها. الأمم المتحدة كذلك في سوريا، في اليمن اعتراها بعض القصور ولم تكن بعض منظماتها لم تكن حيادية. نجد مركز الملك سلمان يعكس هذه الصورة، يبذل بسخاء عطاء من لا يخشى الفقر حقيقة،
يعطي بكرم ويليق بمكانة الإنسان. جميل، وخلنا نؤكد على شغلة دكتور، احنا اليوم لما نقول حيادية احنا ما نبالغ ولا نتصنع، هذه المبادرات الإنسانية السعودية تذهب إلى ديانات مختلفة، صحيح، إلى أعراق مختلفة، إلى جهات مختلفة في العالم، يمكن ما في رابط بيننا وبينهم إلا الإنسان. صحيح، وبالتالي أنا أقول أنه أكثر من 40 دولة استفاد منها إغاثات عاجلة ورفعت يعني الضيم أو رفعت الحالات الصعبة، بينما الأعمال الإغاثية السعودية امتدت إلى أن تشمل أكثر من 80 دولة. من استفاد من الأعمال الإغاثية السعودية ما بين 85 إلى 90 مليون، ولاحظ أنها أعمال يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. بغض النظر عن المكاسب، أحيانا نخاطر بأنفسنا. ما يميز حقيقة الأعمال الإغاثية السعودية أنها أعمال متكاملة، وكما قلت لك قبل قليل تليق بكرامة الإنسان. هل تعلم أن مركز الملك سلمان يملك الآن مصانع أو لديه اتفاقيات مع مصانع لتنتج أغذية مطابقة لشروط المركز؟ هو المركز الوحيد على مستوى العالم الذي يقدم وجبات ساخنة ومطهية بلحظاتها. هو المركز الوحيد الذي يضم مركز أبحاث ويهتم بالشؤون التعليمية، بالشؤون الصحية، بالشؤون التنموية، بكل الحاجات. يكفي أنه نأخذ مثال بسيط، الحوثي في اليمن اختطف أكثر من 20,000 طفل يمني وزج بهم في الحروب والصراعات. مركز الملك سلمان أقام أكثر من 4 مراكز علاجية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، وبعضهم أسرت القوات السعودية على الحدود. قبل أسابيع تم تأهيلهم في المملكة العربية السعودية أكثر من 70 طفل، وتم إعادتهم إلى اليمن أصحاء بأفضل حال. جميل، تسمح لي بس أخذ اتصال الأستاذ عبد الله وأعود إليك. عبد الله الرويلي، مدير إدارة الدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان الدولي للإغاثة والأعمال الإنسانية، حياك الله معنا في أهلا. يا اهلا ومرحبا، حياكم الله. اهلا وسهلا استاذ عبد الله، احنا نبارك لكم انطلاق هذا المنتدى اللي نفاخر فيه حقيقه، وليتك تضعنا في اجواء المنتدى وعناوين واهم اوراقه. والله هذا المنتدى الحمد لله يعني تشرف بتحية على قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وهذا هو اكبر نجاح حقيقه لهذا المنتدى الذي يضم كبريات منظمات العمل الإنساني في العالم، توصلت أكثر من 70 منظمة والحمد لله، يعني حضر كثير من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني الأولى في العالم، وأيضا المهتمين والباحثين في العمل الإنساني حقيقة. كان وهذا المؤتمر يهدف لتعزيز المعايير للعمل الإنساني، ونحن نعلم أن هذا العالم خاصة في 20 سنة الأخيرة هناك كثير من الأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم وفي منطقتنا بشكل خاص، مما تطلب برؤية مستقبلية واستشراف المستقبل وأهمية العمل الإنساني في المملكة العربية السعودية التي تتشرف بأن قادم الحرمين الشريفين هو رائد العمل الإنساني الأول بها، ومركز الملك سلمان الذي يحمل هذا الاسم الكريم ايضا هو نتيجه لهذا العمل الانساني والتاريخ الطويل في مجال تقديم المساعدات الانسانيه. نعم استاذ عبد الله، اليوم حينما نجمع العالم باكمله وبالذات المنظمات التي تهتم بالعمل الانساني في الرياض في قلب المملكه العربيه السعوديه لنناقش العمل الانساني تحت شعار دولي وانساني ومسؤول، ما الرساله التي نريد ان نوصلها الى العالم أجمع في هذا المنتدى؟ والله هي هناك رسالة وهناك إثبات وبرهان. نبدأ بالبرهان والإثبات. فضل. بأن المملكة العربية السعودية والرياض التي يحمل هذا المنتدى اسمه منتدى الرياض الإنساني الدولي، تأكيد على الدور الريادي في العمل الإنساني المملكة العربية السعودية وقيادتها الكريمة، والشيء الآخر هو الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في هذا العمل وتوجيهه والثقة الدولية بأن تكون الرياض هي عاصمة من أهم عواصم العمل الإنساني في العالم والتي تحدد، ونحن لا نتحدث عن الآليات المتبعة حاليا لكن نتحدث عن المستقبل، كيف ممكن نطور، كيف يتم استحداث آليات جديدة خاصة في تقديم المساعدات لتعقيد الأزمات الإنسانية في هذا العصر، ومتوقع أن تكون أكثر
تعقيدا في المستقبل، منها الأزمات التي نصل على الإنسان مثل الحروب وخلاف، والكوارث التي تتم بأسباب خارج عادات الإنسان مثل الكوارث المناخية، الزلازل، الأعاصير. نعم. وكيف يتم تكاتف الجهود وتنسيق العمل الإنساني بين أكثر كل المهتمين تقريبا في العالم اليوم حقيقة، بالإضافة إذا إلى هذا العمل، نحن لا يعني في المملكة وعادتها دائما لا تقدم فقط النظرية لكن تقدم التطبيق أيضا. وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية هذا اليوم حقيقة لتقديم مساعدات لكثير من أزمات العالم في الشرق وفي الغرب، خاصة في سوريا، وهناك اتفاقيات وقعت لمساعدة إخواننا الروهينجا في ميانمار وفي بنغلاديش، وأيضا لم ننسى حتى تقديم مساعدة إخوان السوريين سواء في سوريا نفسها أو في اليمن. نعم. أهم أستاذ عبد الله، أهم الاتفاقيات اللي وقعت اليوم سوريا، اليمن، الروهينجا، ولا في اتفاقيات ترى أنها أهم مع أن كلها مهمة يعني بلا شك؟ حقيقة وقعت أكثر من اتفاقية تخص مساعدة إخواننا في سوريا، ونعلم اتفاق الملازمة في هذا اليومين السابقين، وأيضا جميل. لتقديم مساعدات شقانا في بنغلاديش، الروهينجا اللاجئين في بنغلاديش، وإذا اتفاقيات تخص العبر الإنساني في اليمن. صحيح. وإذا اتفاقية نوعية لإخواننا السوريين العالقين في اليونان على أبواب أوروبا أيضا وصلت لهم يد المساعدات الإنسانية من العربية السعودية، وأيضا سوف توقع غدا مجموعة أيضا من الاتفاقيات في نفس هذا الاتجاه لتخفيف المعاناة الإنسانية لكثير يعني من يعني خلنا نكون محقين أكثر ونقول أنه يعني اللي وقع هو استمرار للدعم، لأنه الدعم بدأ يعني من قبل توقع هذه الاتفاقيات للروهينجا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان. لكن وش أبرز الاتفاقات اللي ستوقع غدا أستاذ عبد الله إذا تقدر تمدنا بمعلومة؟ حقيقة غدا إن شاء الله راح يكون هناك اتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الاتفاقية تخص في تقديم الإيواء لأشقائنا في شمال سوريا، وأيضا اتفاقية تشمل أيضا المساعدات في اليمن، وهذا اتفاقية مع الهيئة الطبية الدولية، وهذه منظمة أمريكية تعمل في مجال الصحة والطبية أيضا في تقديم بعض المساعدات الطبية، وهذه أيضا لها أهمية وخصوصية لعراقة مثل هذه المنظمات التي جميل. أتت من أصقاع العالم المملكة العربية السعودية حتى تحقق شراكات مع مركز الملك سلمان الذي هو يمثل العمل الإنساني في المملكة العربية السعودية. جميل أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا، شكرا لكل هذه المعلومات. أبغى أؤكد على هذه المعلومات اللي أمدنا فيها الأستاذ عبد الله لبرنامج يا أهلا، وأنا حقيقة أشكر له تفضله بهذه المعلومات. اليوم وقعت اتفاقيات أعمال إنسانية وإغاثة للإخواننا في سوريا والروهينجا، مسلمي الروهينجا في بنغلاديش، وأيضا للسوريين في اليونان أو اللاجئين في اليونان. غدا ستوقع مجموعة من الاتفاقيات، من أهم شؤون اللاجئين وإيواء في شمال سوريا أو للاجئين شمال سوريا، وأيضا استمرار الجهود الإغاثية لمركز الملك سلمان في اليمن، واتفاقية مع الهيئة الطبية الدولية. ويمكن هذا كله يؤكد الكلام اللي جالسين نقوله من بداية الحلقة حول الجهود الدولية العامة للمملكة إنسانيا. أرجع لك دكتور في نقطة مهمة كنت تعلق، أو بس قبل النقطة باك تعلق على مجموعة الاتفاقات اللي سمعناها الحين، نتكلم يمن، سوريا، هيئة طبية دولية، روهينجا، كل الاتجاهات. هذا يؤكد منهجية المركز وأنه يعمل فعلا في مناطق الصراع، من المناطق شديدة الخطورة، وبالتالي نقول أنه أهمية الإغاثة وأهمية العمل الإنساني أن يصل إلى المحتاج متى ما احتاج وفي المكان الذي يحتاج. وبالتالي عندما نقول أنه مركز الملك سلمان وصل إلى الغوطة الشرقية وهي تحت القصف، ثم يقوم بمساعدة اللاجئين السوريين وإيواءهم في شمال سوريا وتسهيل عمرهم في اليونان، هذا يؤكد أن المركز أصبح الرقم الأول الدولي على مستوى العالم فيما يتعلق بالإغاثة. وخليني أقول شهادة حق، احنا هنا في برنامج يا هلا متابعين لأعمال المركز ونفخر كثير بطرح كل ما يتعلق فيه. أذكر أننا في اتصالين هاتفيين مع الأستاذ، مع الدكتور سامر الجطيل المتحدث باسم المركز، واحدة منها فعلا كانت في اليمن في عز ظروف صعبة جدا، والأخرى كانت لمسلمي الروهينجا، وأذكر حكانا يعني صعوبة قطع الأودية والمسافات للوصول إليهم. هذه للأمانة في حقيقة. اليمن كانوا ينقلون الإغاثة على ظهور الرجال للقصف الحوثي،
ولأنها جبال شاهقة وصعبة كانوا ينقلون، حتى الدواب لم تستطع الوصول، كانوا ينقلون على ظهور الرجال. وبالتالي أنا أقول إنه هذا الدافع الخيري للمملكة العربية السعودية هو الذي يجعلها تعمل مثل هذه الأعمال وبعيدة عن الأضواء. على الفكرة أعطيك مثال بسيط، في المخيمات اللاجئين السوريين في لبنان يجري المركز وتجري المملكة العربية السعودية عمليات قلب مفتوح في المخيمات. هناك دول بالعالم لا تستطيع إجراء عمليات القلب المفتوح للآن في مستشفياتها، ومع ذلك المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان يقوم بإجراء عمليات قلب مفتوح في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان. إذا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا. ولذلك كما ذكرت لك العالم يحضر أكثر من 80 منظمة وجمعية وجهة مسؤولة من العالم، لأنهم يريدون أن يطلعوا على التجربة السعودية. هم يعرفوا أنها ليست تجربة فقط فلاشات أو إعلام، هذه تجربة ثرية، تجربة عميقة. والجانب الآخر لثقة المملكة العربية السعودية وشفافيتها في أعمال الإغاثة وأعمال الخيرية أنها على ثقة من برامجها، دعت جميع هذه المنظمات ودعت العالم كله لينظر إلى التجربة السعودية. الآخرين يشحنون شحنات على أنها مواد غذائية ومواد طبية، ثم تكتشف أنها أسلحة وصواريخ. الآخرين يدعون أنهم ينقلون مواد إغاثة، وفي الأخير طلعت دولارات لتزويد المنظمات الإرهابية داعش والنصرة. وبالتالي نقول أن العمل السعودي ما يميزه أنه حيادي مستقل، لا يريد ثمنا إلا من الله سبحانه وتعالى، وأنه واضح ومكشوف ويمكن قياسه ويمكن لمس أثره. وبالتالي نقول أنه مثل هذا المؤتمر الذي أصبح حقيقة علامة بارزة في العمل الإنساني الخيري، المملكة العربية السعودية الآن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين أصبحت قبلة الأعمال الخيرية حقيقة. لا تكاد تجد بقعة من العالم لم تصلها أيادي الخير السعودية. جميل. مجموع الرسائل هذه دكتور اللي تقدم، هنالك دائما من يحاول تشويهها ومن يحاول الشوشر عليها، أو يعني يعبث بكثير من الكلمات ضد العمل الإنساني السعودي، هذولا كيف ترد عليهم؟ الرد بسيط، وهو أن كل دولة أساسا تقدم لها هدف ولها غاية من هذا التقديم. صحيح. مثلا اليوم تصريح لمسؤول إيراني يقول ما قدمناه في سوريا وما قدمناه من تضحيات وأموال سنسترد من البترول السوري والفوسفات السوري والمعادن السورية، سنسترد من الأراضي السورية، سنستولي على أراضي سورية ومنشآت عقارية سورية. هكذا المقايضة، إيران تمد حزب الله بالسلاح وتأخذ منه تنفيذ أجندات معينة. المملكة العربية السعودية ليست من هذا الباب إطلاقا، ولذلك عندما تنفق بكرم وتنفق بسخاء وتحت الشمس، وتنفق من أجل الإنسانية. إيران تنفق من أجل الإرهاب والخمار بالتأكيد، ومن الظلم حقيقة ومن الخطأ أن نقارن المملكة العربية السعودية بأي دولة أخرى. لا يمكن. نعم. الآن يعني وإحنا في الدقائق الأخيرة، لما يحضر في الرياض 70 أو 80 منظمة عالمية على مستوى العالم ويطلعوا على كل هذه الجهود، ما الصورة الثقافية الحضارية التي ستصدر للسعودية لدى الإعلام الآخر؟ دعني أكون صريح في هذه المسألة، الإعلام الآخر للأسف الشديد غير منصف للمملكة العربية السعودية، ورصدناه وتابعناه، ولكن مع ذلك هو في حرج، هو لا يذكر الأخبار الإيجابية السعودية الكبيرة، وإنما يركز أو يفتش عن بعض الأخبار البسيطة. لو حدث حادث سيارة أو قطع إشارة أو يعني سيول أو برد في منطقة معينة تجد يركز الصورة عليه ويهمل مثل هذه الأعمال. نحن لا نريد من الآخر أو لا نتوقع من الآخر حقيقة أن يكون منصف معنا دائما، يجب أن نعمل نحن، أن نقدم ما لدينا. أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر بهذا الحجم وبهذه الرعاية الملكية هو اعتراف الآن دولي ومن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بريادة المملكة العربية السعودية للأعمال الخيرية والإغاثات والإغاثة الإنسانية. جميل.
الدكتور نايف الوقاع، شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا، ونلتقي دائما بمحبة لهذا البلد الكبير. شكرا جزيلا لك. الصورة واضحة، رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رأس الهرم في الدولة لمؤتمر للأعمال الإنسانية، اجتماع دولي عالمي لكل العالم في قلب الرياض في قلب المملكة العربية السعودية من أجل العمل الإنساني، اتفاقات توقع في كل اتجاه على مستوى العالم من أجل العمل الإنساني أيضا. لا تلومونا إذا ظلينا دائما وأبدا نردد انت ما مثلك بهالدنيا بلد. بعد الفاصل مكملين معكم.